بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، يتقدم مكتب فضائيات نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأسماء آيات التهنئة والتبريك من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والأسرة الأردنية الواحدة. دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى العطرة على قيادتنا الهاشمية الحكيمة وعلى شعبنا الأردني بالخير والبركات، وأن يحفظ أردننا عزيزاً شامخاً ليبقى واحة أمن واستقرار في ظل قيادة المباركة. وكل عام والجميع بألف خير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: لنواجه المشاكل متحدين ولنشكل معاً فسيفساء سلام. جلالة الملك: حماية القدس كمدينة للسلام مسؤولية تخص جميع الدول. البطريرك بتسبالة: قرار البابا فرانسيس بمنح الرتبة الكاردينالية تأكيد على أهمية مدينة القدس في العالم المسيحي. وفيها أيضاً تأثير الخوف في حياتنا الروحية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم. أهلاً بكم. اختتم قداسة البابا فرانسيس زيارته الرسولية إلى مرسيليا، وكان قد جرى له استقبال حاشد شارك به الآلاف من مختلف الرعايا. وفي إطار الزيارة وجه الأب الأقدس كلمة قال فيها: علينا نحن المؤمنين أن نكون مثاليين في الاستقبال المتبادل والأخوي، حيث أن العلاقات بين المجموعات الدينية ليست سهلة في كثير من الأحيان، خاصة في ظل وجود التطرف الأيديولوجي الذي يأكل الحياة الحقيقية للجماعات. وأضاف قداسته: لا يجعلن أحد في قلبه بغضاً لقريبه، لأن الذي يبغض إنساناً لا يمكنه أن يقف هادئاً أمام الله، لأن الله لن يصغي إلى صلاته ما دام هناك غضب في قلبه. وختم الحبر الأعظم كلمته قائلاً: لنواجه المشاكل متحدين ولا نجعلن الرجاء يغرق ولنشكل معاً فسيفساء سلام. وعلينا كذلك أن نلين قلوبنا ونجعلها حساسة لآلام الآخرين وبؤسهم، وأن نصلي إلى الله لكي يمنحنا روح الرحمة الذي هو روحه. قال جلالة الملك عبد الله الثاني: إن أكثر من 345 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن من بين الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر هم اللاجئون الذين نزحوا قصرا من بيوتهم وتركوا الحياة التي اعتادوا عليها. وأضاف جلالته في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن اللاجئين في الأردن يشكلون أكثر من ثلث السكان، وقد أدى تخفيض الدعم عنهم إلى إلقاء حياة الآلاف في دوامة من الخطر وعدم اليقين. وأشار جلالته إلى أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة، لكن وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم. وحول القدس قال جلالته: إن المدينة المقدسة ما زالت بؤرة للقلق، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية هذه المدينة، مبينا أن مسؤولية حماية القدس كمدينة للإيمان والسلام لأتباع الديانات تقع على عاتق جميع دول العالم. أكد غبطة الكاردينال المعين بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة، ودور جلالة الملك عبد الله الثاني الحيوي والتاريخي كقوة ضاغطة ومشرفة في ضمان حقوق القدس والمقدسين. جاء ذلك في حوار مع غبطته من دار البطريركية اللاتينية ضمن برنامج عين على القدس الذي يقدمه التلفزيون الأردني. وقد استضاف البرنامج أيضا من عمان سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن للتعقيب على مقابلة غبطته، والتي أكد فيها أن قرار قداسة البابا فرانسيس بمنحه رتبة الكاردينالية هو تأكيد على أهمية مدينة القدس في العالم المسيحي وأثر ذلك التعيين على الكنيسة والمجتمع المسيحي. مستقبل المسيحيين في الأرض المقدسة يعتمد على عدة عناصر وليس عنصرا واحدا أو اثنين. القلق الأول الذي يؤثر على حياة المسيحيين وليس المسيحيين بل المسلمين أيضا، فهم جميعا في هذا الصراع، وطالما أن الصراع مستمر فإن الصراع العسكري والعنف سوف يستمر والاحتلال. ولهذا من الصعب أن تقنع خاصة الشباب أن يتحدث بصورة إيجابية وجميلة عن المستقبل.
هم يريدون أن يبنوا عائلات لهم تعيش حياة طبيعية كبقية العالم، ويجب أن نتحدث عن ذلك حتى يفهم الجميع أن هناك صراع، والصراع لم ينتهي بعد. ثانيا، يجب العمل على دعم المجتمع المسيحي، فعندما يكون هناك صراع وتوتر فإن وحدة المجتمع مهمة من أجل دعم بعضنا البعض. المخططات تشمل الأماكن المقدسة، إذا شفنا رجعنا المخططات في شرق القدس وفي جبل الزيتون بالذات، هناك مخططات لتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية بحتة وليس الحفاظ على الطابع الديني. من هنا وجود جلالة الملك الذي يدافع عن المقدسات والتي يدعم المقدسات، وبشكل خاص ومميز دعم الوجود المسيحي في القدس. من على المنابر الدولية تكلم جلالة الملك عبد الله عن هذا الوجود وعن أهمية هذا الوجود، وهذا يعطي دفع للأمام. إذا كان على أهل القدس أن يعملوا معا كما قال غبطة البطريرك بين الكنائس ويعملوا مع باقي المؤسسات، هي لخير القدس. ولذلك نحن بحاجة إلى هذا الصوت، بحاجة إلى هذا الموقف، بحاجة إلى هذا الدعم، لأن أهل القدس بيشعروا أنهم بدون ظهر، بدون دعم. وكان غبطة الكاردينال بير باتيس باتسابالا قد عقد مؤتمرا صحفيا في دار البطريركية في القدس، أشار فيه إلى أنه سيقام في 30 شهر أيلول احتفال كبير في الكنيسة الكاثوليكية في بازيليك القديس بطرس في روما، يرأسه قداسة البابا فرانسيس للإعلان عن تعيينه كاردينالا. وقد عبر غبطته خلال المؤتمر عن فرحته لهذه المناسبة. هذا وستقام في وقت لاحق احتفالات بهذا الحدث في كل من عمان والقدس وبيت لحم والناصرة وقبرص. احتفلت بطريركية الروم الأرثوذكس في كنيسة ميلاد السيدة العذراء بمدينة سخنين قضاء عكا بميلاد والدة الإله الدائم البتولية مريم. ترأس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي غبطة كيريوس كيروس تيوفيلوس الثالث بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور عدد كبير من أبناء الرعية ووجهاء مدينة سخنين وشخصيات بلدية واجتماعية. وبعد القداس أقيمت دورة الزياح حول الكنيسة 3 مرات، تلا ذلك قيام غبطته بتكريم السيد إلياس غنطوس بوسام فرسان القبر المقدس تقديرا لعطائه الكنسي التربوي والاجتماعي. ترأس سيادة المطران خريستوفور سعطلة خدمة القداس الإلهي في كنيسة ميلاد السيدة العذراء جبل التاج بمناسبة عيد ميلاد أمنا العذراء شفيعة الكنيسة. وفي نهاية الخدمة عاد سيادته راعي الكنيسة الأب إلياس وجميع أبناء الرعية بهذه المناسبة المقدسة، داعيا أن يحفظ الرب كنيسته وبلادنا المقدسة من كل شر بشفاعة والدة الإله. ثم كرم سيادته السيدين داوود جدع وجورج حبيب اللذين قدما خدمات جليلة للكنيسة. بعدها توجه الجميع بعد الخدمة إلى قاعة الكنيسة للمشاركة في مائدة المحبة. عاونه في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور الأم آيرينيا رئيسة دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين وأخويتها وعدد من أبناء الرعية. ضمن احتفالات كلية تيرا سانتا بعمان باليوبيل الماسي لتأسيسها وفي جو مليء بالبهجة والفرح، تم تدشين وافتتاح مبادرة السلام والخير وهو شعار الكلية الذي يعكس روحانية القديس فرانسيس الأسيزي والرهبنة الفرنسيسكانية. جاء هذا الحفل الذي أقيم في مدرسة بلاط الشهداء في الويبدة تحت رعاية مدير عام كلية تيرا سانتا قدس الأب رشيد مستريح وحضور مدير تربية قصبة عمان الدكتور جمال الحناوي وإدارة المدرسة لتتويج الفعاليات والأنشطة التي أقيمت هذا العام، وشارك بها طلبة الكلية والمعلمون والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة. واشتملت المبادرة على توفير الوسائل والأدوات التعليمية اللازمة للمدرسة، وتضمن برنامج الاحتفال كلمة لمدير تيرا سانتا ومدير تربية عمان أعربوا من خلالها عن مدى فخرهم بما تم إنجازه لمدرسة بلاط الشهداء، سائلين الله تعالى أن يفيض على الجميع نعمه وبركاته السماوية. كما تم تقديم فقرة فنية من إعداد الطلبة برفقة كشافة كلية تيرا سانتا. وفي الختام تبادل الجميع التهاني احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة. اليوم نحن مع وزارة التربية والتعليم ومديرية قصبة عمان وإدارة مدرسة بلاط الشهداء مشكورين مع طلابنا وطلاب المدرسة والإداريين والمعلمين من مدرستنا أنه نفتتح هاي المبادرة ويعم الفرح على الجميع.
نحن نقبل من هالمبادرة بهالسنة نعزز في قلوب طلابنا مبادئ السلام والخير والتعاون والمحبة والتضامن تجاه الآخر، لأن الآخر موجود في حياتنا، وربنا يباركنا كلياتنا. شرفتنا مدرسة ترسنطة في تقديم مبادرة الخير والسلام، وقاموا بتقديم بعض الأعمال في المدرسة لصيانة من تجديد من تجهيزات، كانت رائعة جدا، قمة في الأناقة وقمة في الإضافات الجميلة كانت. وهي ليست رمزية فقط، لكن هي كانت مبادرة للمحبة والسلام. تحت رعاية سعادة السيد رودين توفيق قعوار وبمواركة سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أقام النادي الأرثوذكسي بعمان احتفالا دينيا مهيبا بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم، وتحت شعار الصليب حافظ المسكونة كلها، وسط حضور حشد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية والشعبية من مختلف مناطق عمان والمملكة. وفي بداية الاحتفال قدمت مجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية عزف السلام الملكي من بعد دخول كشفي مهيب، وألقيت الكلمات التي عبرت عن بهجة الجميع بهذه المناسبة المباركة، معتبرين هذا الحدث انتصاراً للكنيسة الجامعة. كما أثنى المتحدثون على مواقف الأردن قيادة وشعبا في دعم المقدسات المسيحية والإسلامية في الأرض المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة. وفي نهاية الحفل تم الصلاة على حبات الرمان وإضاءة النار في مشهد ختامي رائع. ماذا تريد أن أفعل؟ كان عنوان لقاء حاشد جرى في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الحصن، ضم عددا كبيرا من سيدات المجتمع المحلي من مختلف الرعاية في شمال المملكة. اشتمل اللقاء الذي حضره عدد من الأباء الكهنة وجمع من سيدات المنطقة على العديد من الفقرات الروحية والترفيهية. تفاصيل أوفى في رسالة مندوبتنا في الشمال نيفين حداد. اليوم تقريرنا من بلدة الحصن، وتحديداً من رعية كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس، بلقاء نظمته لجنة سيدات الرعية، وهو لقاء سيدات الشمال الثاني ليضم أكثر من 90 سيدة من محافظات الشمال ككل تحت عنوان يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ بالبداية كلمة ترحيبية من كاهن الرعية الأب سمعان الخوري بوجود كاهن رعية الروم الأرثوذكس في شطنة الأب ثيودوروس سويس، وجه رسالة للأمهات مفادها على قد ما عليهم رسالة مهمة بتربية أبنائهم، برضو عندهم رسالة ما بتقل أهمية وهي غرس محبة الله ومحبة الكنيسة فيهم والصلاة بشكل متواصل لنبني جيل مسيحي واعي ومثقف. وبعدين بلشت أولى فقرات اللقاء مع الضيفة روان سهاونة وهي مديرة روضة اللاتين في الحصن، لتحكي بموضوع كثير مهم وهو كيف تصنعي مستقبل للطفل وأهمية دور المرأة بمراعاة هاي الفئة العمرية المهمة. ومع دقة جرس الكنيسة اتوجهت السيدات ليصلوا سوا مع كاهن الرعية صلاة الغروب، ولتكون طلباتهم موجود بهالشمعة وتقديمها للرب. لقائنا اليوم بكنيسة الحصان كان مثمر في تجمع لسيدات الشمال والزرقاء، كثير كان مثمر وتضمن ثلاث محاور. عندنا المحور الأول محور تربوي، تضمن محاضرة قدمتها الأخت روان سهاونة بعنوان كيف تصنعين مستقبلا. عندنا المحور الثاني محور روحي، بتضمن الحياة الروحية للسيدات، كيف تمارس حياتها الروحية بالكنيسة بالبيت بالمجتمع. عندنا كمان المحور الثالث وهو تبادل الأفكار بين الأخويات حتى نعمل على تطوير وتفعيل دور المرأة في الكنيسة والمجتمع. وبهالفيلم الروحي عن حياة القديس مرقس الأفسسي رجع اللقاء من بعد الصلاة ليعلمنا عن أهمية التمسك بنقاوة الإيمان الأرثوذكسي. سنة 1430
وتجمع بدون مسابقات الجوائز ما بيزبط، فكانت لعبة البنجو مسيطرة على الوضع، وأكيد مسابقات روحية عن الكنيسة والإنجيل كلها كانت من إعداد كشافة الرعية، والحماس كان بين الكل. أنا وأخويتي أخويتي التجلي حبينا نشارك اليوم بالتجمع الثاني المقام من أجل أخويات الشمال بعنوان ماذا نفعل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ هالنشاطات كتير مهمة لأنها بتقدم إطراء للسيدات في كنيستهم ودعمهم في كنيستهم ومجتمعهم. اليوم كان عندنا نشاط كتير رائع وجميل فيه فائدة روحية كتير كبيرة للسيدات، هو هدف من أهدافنا إحنا كسيدات أرثوذكسيات إن يكون في عنا تجمع للسيدات زي هيك يكون فيه فائدة روحية. كمان كان في من بعض أهداف اليوم تجمعنا إنه ننطلق انطلاقة أرثوذكسية لسيدات أرثوذكسية للمجتمع اللي حوالينا، الهدف منه إنه ننشر محبة، ننشر سلام، ننشر عمل الخير في المجتمع اللي حوالينا ونوصل صوتنا كسيدات أرثوذكسيات، هدفنا دائما المحبة وخدمة المجتمع. وقبل ما يخلص التجمع تم عرض فيديو عن بعض إنجازات ونشاطات لجنة سيدات الروم الأرثوذكس في الحصون. وتم تسليم درع تذكاري للرعاية من الأبونا سمعان والأبونا ثيودوروس. وصحيح قبل ما أختم التقرير، لمعزبين باللقاء الثالث للأخوية رح يكون بالشطنة بمطالبة منهم، وهيك بيكون خلص لقاء كله فرح ومحبة. من إربد لقناة نورسات، ليفين حداد. بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، أقامت الراهبات الكرمليات أمسية ترانيم مريمية في دير الكرمل ببيت لحم بحضور جمع من المؤمنين. تخلل الأمسية معزوفات وقراءات وأناشيد دينية وعرض فيلم قصير عن حياة القديسة مريم. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة. نحن موجودين اليوم في مكان تشعر فيه بالراحة النفسية والطمأنينة بروح المسيح أم العذراء وروح مريم ليسوع المصلوب بترفرف حوالينا تحت عنوان ليس إلا الحب يملأ قلب الإنسان. وكعائلة واحدة أقيمت أمسية ترانيم في بساتين دير الكرمل في بيت لحم، والتي أضيئت بالشموع وأضافت نوراً لمكان وجود ذخيرة مريم ليسوع المصلوب التي زينت بالورود والبخور. أمسية خاصة للقديسة مريم تخللها ترحيب بجمع المؤمنين وتأملات وقراءات وعرض فيلم عن القديسة وعزف ألحان تراتيل على آلة الكمان للفنان سابا أبو عبارة وتراتيل مريمية بصوت الفنان جورج بعبيش والتي نالت إعجاب الحضور، حيث تفاعل المؤمنون وتعالت الأصوات لتعانق أسوار الدير والكنيسة. الأخت فريال ليسوع المصلوب من دير الكرمل تقول في كلمتها بأن القديسة مريم ليسوع المصلوب حاضرة بروحها بكل لحظة في هذا الدير وفي كل مكان، هي قديسة الجميع ودائما نتضرع بشفاعتها. فمن أقوالها إن عطشت وقدم لك ماء فأعطي قدح الماء إلى أخيك العطشان مع كونك أكثر ظمأ منه، وكن على ثقة الرب سيعطيك لتشرب. إحنا اليوم موجودين في السنتر أو المركز تبع القديسة مريم يسوع المصلوب وعاملين كونسرت احتفالا بالعيد هذا. المناسبة هاي بالذات هي أول مرة إحنا بنعمل الحفل هذا بالأرض هاي، ومنه كمان افتتاح للسنتر لأهل البلد لأنه الأجانب بيجوا عليه، فحبينا نتشارك معهم بالفنانين بفلسطين، فنانين أهل بيت لحم هون، نرتل ونرنم ونصلي مع القديسة مريم عشان نضل شفاعتها معنا، وخاصة إن هي شفيعة السلام في بلادنا. إحنا بهالمركز هون عملناه لأنه حبينا ننشر رسالة القديسة مريم يسوع المصلوب. بالرسالة بتقول في كانت في الانخطاف بتقول لأمها الرئيسة العالم كله بيسبح ربنا، النجوم والقمر والسماء الأشجار البحار، بس الإنسان نائم اللي بيعرف قديش حسنات ربنا ومين هو ربنا نائم، تعالي لنوقظ الكون.
واحنا بهالمركز رسالتنا مع العالم كله، لانه بيجينا ناس من كل انحاء العالم، انه نعمل ننقذ العالم، نرجعه مع الروح القدس عشان ترجع هالشعلة جوانا، ويرجع روح ربنا يشتغل اكثر واكثر جوانا لننشر السلام بالعالم كله. وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفنانين لمساهمتهم بإحياء أمسية القديسة مريم ليسوع المصلوب. للنورسات مارلين الحدوة من بساتين دير الكرمل بيت لحم. افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض أعمال الدولي للكتاب الذي أقيم هذا العام بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية ودولية، منها دار الكتاب المقدس. وقد أقيم المعرض الذي استمر 10 أيام وشاركت به 22 دولة تحت شعار القدس عاصمة فلسطين، لما تمثله المدينة المقدسة من أهمية في وجدان الهاشميين، وذلك تأكيداً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وخصصت إدارة المعرض هذا العام مساحة خاصة للأطفال من أجل تقديم فعاليات خاصة بهم ضمن البرنامج الثقافي. وقد احتفى معرض الكتاب هذا الموسم بالمؤرخة الأكاديمية الدكتورة هند أبو الشعر كشخصية المعرض الثقافية، تقديراً لإسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتحديداً في الدراسات التاريخية. عادة يعني الناشرون في الأردن نهتم بأن نجلب الناس المهتمين بالقراءة، وخاصة من فئة الشباب الذين نأمل أن يكونوا في المستقبل من القراء الذين يثرون المشهد الثقافي والفكري في الأردن وفي الوطن العربي بشكل عام. في ديار المنهل نكون جزء مميز كالعادة، ونحاول أن نضع بصمة مميزة في معرض الكتاب، وبالتحديد الأمور الخاصة بأدب الأطفال وجميع العلوم والمعارف الخاصة بأدب الأطفال. هذه يوم فعليا يعتز به الأردن، افتتاح معرض الكتاب السنوي في عمان، وبذلك نسعد أنه جميع الأردنيين يشاركوا في هذا المعرض ويستفيدوا من العروض والثقافة والمعرفة الموجودة في هذا المكان. أي يوم بيكون في يوم احتفال للكتب أو احتفال لإطلاق الفكر هو يوم احتفال لكل الناس، وحقيقي بنشر الفرح، لأنه نحن بهذا المعرض واليوم تم افتتاح معرض الكتب، نحن بنحتفل في الأفكار، بنحتفل بالثقافة، بنحتفل لأن الدول لا تقوم إلا على الثقافة، والذي يهدم الدول هو العكس، هو الركود الفكري أي الركود الثقافي. فالثقافة هي بترفع الناس، وعكس ذلك نحن نرجع أو الدول ترجع إلى الخلف. عقد في قاعة القديسين قسطنطين وهيلاني في كاتدرائية البشارة العبدلي لقاء روحي وإرشادي بحضور حوالي 50 شخصا من أهالي الخطاب للدورة 19 من برنامج خاتمين على صخرة الرب، بحضور قدس الأيكونومس آيرين وسمدانات مسؤولي مكتب الزواج وبيت العائلة المسيحي، والمرشدة سمر تادروس، حيث جرى الحديث حول أهمية ودور الأهلي في دعم ومساندة أبنائهم المقبلين على الزواج في حياتهم الجديدة، وحثهم خلال فترة الخطوبة على التعارف الحقيقي والمصارحة، والأهم هو أن يقدموا النصح والإرشاد لأبنائهم بعد الزواج دون التدخل بأمورهم الشخصية. قام الأستاذ الدكتور أنطوان مسرة عضو المجلس الدستوري في لبنان ورئيس كرسي اليونسكو لدراسة مقارنة الأديان في جامعة القديس يوسف في بيروت بزيارة إلى المكتب الإقليمي لفضائية نورسات بعمان، رافقه خلالها الأب نبيل حداد، حيث قدمت مديرة المكتب الدكتورة باسم السمعان للضيف والوفد المرافق شرحا مفصلا عن أعمال ونشاطات المكتب وتغطياته الشاملة لمعظم مناطق المملكة. كما شرح الأب نبيل حداد للضيف أهمية الرسالة التي تقدمها نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والعالم. وشارك في اللقاء السيدة ماري شقير والسيد رالف من مكتب نورسات في لبنان، ويشار بأن الدكتور مسرة الحاصل على العديد من الشهادات الجامعية العليا يعمل حاليا أستاذا في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف في بيروت، وزائرا في عدة جامعات في ألمانيا وإيطاليا وكندا وسويسرا. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حلقة متميزة بعنوان تأثير الخوف في حياتنا الروحية، وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الدكتورة ليندا أبو جابر استشارية طب الأطفال والصحة الشاملة. كان الحديث عن أنواع الخوف وتأثيره على حياتنا وطريقة التعامل معه. فإلى هناك آيات كثيرة في الكتاب المقدس تتحدث إن كان في العهد القديم أم في العهد الجديد، تتحدث عن موضوع الخوف، وياما
يسوع ذكر لا تخف لا تخف، حتى مع دينهم كم من مرة جاءت كلمة لا تخف في الكتاب المقدس. فمثلا من الآيات اللي أنا دائما حاططها هيك قدامي على ورقة لما الواحد هيك بيشعر شوي بالخوف أو بالرهبة من قيام بأي عمل، فإنجيل متى مثلا بقول لك فلا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بنفسه، كل يوم له به كفايته كفايته من الشر. وأيضا فلا تخافوا أنتم خير من كثيرين جعلتموهم. وأيضا بلوقا ثم قال لتلاميذه لذلك أقول لكم لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون، النفس أهم من الطعام والجسد أهم من الثياب. انظروا إلى الغرباء لا يزرعون ولا يحصدون، ليس لهم خزيا ولا شحناء. وأيضا في إنجيل يوحنا أترك لكم سلامي سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وأيضا من تيموثاوس الرسالة الثانية، لأن الله لم يعطنا روح الخوف بل روح القوة والمحبة والتعقل. طبعا هاي الآيات من الكتاب المقدس، والآيات أيضا في الكتاب المقدس العهد القديم عندما قال بالمزامير الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أرتعب. وأشعيا لا تخف لأني معك، لا تنظر بترهب لأني إلهك، سأشددك وأعينك سأعينك نعم سأمسك بيدك اليمنى الصدق. وأيضا طلبت الرب فأجابني ومن جميع مخوفاتي نجاني. والآن بأشعياء، والآن هكذا قال الرب خالقك يا يعقوب وجاعلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. ومن سفر التثنية تشدد وتشدد لا تخف ولا ترتعب لأن الرب إلهك هو يمشي معك لن يتركك ولا يتركك. ومن المزامير في يوم أخاف أنا إليك سأثق بك. أبونا كل هاي الآيات اللي بنقراها وبنسمعها ومتردد في الإنجيل المقدس كل نهار أحد من الملتزمين يحضروا الأدديس يوم الأحد، لا تخف وأنا معك، تشدد ثق بي أنا أمسكك، لا تهتم إلى الغد. كل هذه الآيات ولا زلنا الخوف احيانا يتلبسنا. طبعا احنا طبيعه بشريه، اذا بدك تدخل على الدكاتره النفسيين والسايكولوجي للبشر والتركيب السايكولوجيه والى اخره، والله يعيننا على اللي بنشوفه خلال الحياه نحن. فعشان هيك الخوف يعني هو شيء طبيعي. اجمالا من قصه التكوين، سفر التكوين بتبلش قصه خوف الاولى. قصه ادم عندما اغوى الشيطان الحي أغوت حواء، ومن ثم حواء إلى آدم، اختبأ من وجه الله خوفا. فيا آدم يا آدم أين أنت؟ قال له أنا خجلان أوقف قدامك. هو مش خجلان، هو خايف. قال له شو عرفك أنه أنت عريان؟ أكلت من الشجرة اللي أنا قلت؟ طبعا ربنا بسابق علمه ودرا، هو عارف وشايف. نعم طبعا، بس هو قاعد بيشوف وشو بدي يحكي. عم بيستجوبه. عم بيستجوبه بالضبط. فبلش الخوف من الغلط. أول أنواع الخوف هي الخوف من الخطأ اللي بنعمله. ردة فعل المقابل، يعني بقلق وبخاف لما بكون عامل إشي غلط ومستني الشخص الثاني يكشفني أو ما يكشفني، ردة فعله أو ما ردة فعله، هل سيسامحني هل سيعاقبني، هاي بتفوت الإنسان في الخوف. بداية الخوف هو عكس الشعور بالأمان السكينة والهدوء والاستقرار. الخوف بيولوجيا بجسم الإنسان بيصير الغدد إفرازها تزيد. نعم. الدكتورة بتتوسع بالموضوع العلمي. نعم. الهرمونات بزيد ضربات القلب بعرق، بيصير يتذكر الإنسان الأشياء اللي بتخوف اللي حصلت معه المقلقة وإيش نتائجها راح تكون. من هنا بتولد شعور الإنسان بالخوف. نعم. وكان لنا مثال بآدم أول ساقطين بهذه الخطيئة، إذا جاز التعبير. إحنا بنحكي الخطيئة بشكل عام مش الخوف بشكل خاص. هلا الخوف من الخطر، الخوف من المجهول، الخوف من الخطأ اللي حكينا عنه قبل شوي اللي نتيجة عن أنا عمل أقوم فيه أو أفكر فيه. نعم. بالعبرانيين 10 من العدد 7 بيحكي لنا إنه لا خوف بالمحبة،
يعني إذا أنا بعرف إن دكتورة بتحبني بتحترمني بتقدرني ما بخاف منها، أنا بحترمها عشان ما أزعج شغلها أخربش مشاريعها وشغلها، أنا بكون دقيق مش لأني خايف منها، لأني خايف على شغلها، خايف على سمعة أدائها، خايف على برنامجها اليومي، خايف على شغلها، فأنا بضل هكلان همها وبضل رايح وجاي وهيك. زي إحنا بنقول لك بالسفر الحكم بنقول لك مخافة الله هي رأس الحكمة. نعم. شو رأس الحكمة يعني؟ يعني قمة الفهم. نعم. قمة الذكاء، إنك أنت تكون وتحدثنا قبل الهوى حضرتك حكيتي إنه أنا من محبتي لله أنا بخشى غضب وبخشى مخالفة وصايا عشان أضل أنا وياه في علاقة شخصية سوية، علاقة شخصية سليمة. اليوم مثل ما حكيت لك عن موضوع الخوف وتأثيره على إيماننا، حياتنا، مسيرة حياتنا كيف منعيشها، فإحنا حابين من الناحية الطبية الصحية النفسية تخبرينا عن الخوف. الخوف هو شعور كلنا بنشعر فيه، يعني على من أول ما نولد لحتى قبل ما نموت. هذا شعور اسمه شعور primary أو أولي. نعم. وكثير من المرات الخوف بيكون مغطى بالغضب، بيكون مغطى بالقلق، بيكون مغطى بالإحباط، بيكون مغطى بالعصبية. نعم. فجدا مهم انه ندور على الخوف اللي في حياتنا. نعم. في ثلاث انواع معينه من الخوف. في الخوف الاني اللي هو صحي، يعني اذا اجاك اسد وبده ياكلك بدك تخافي علشان تعرفي عشان جسمك يتخذ الخطوات المهمه علشان يتفادى هالاسد. نعم. لانه الخوف فيزيولوجيا بيعمل عده شغلات. اول شيء بيسارع نبضات القلب. نعم. بيسارع النفس، بيخلي النفس بسرعه وبعدين سطحي مش عميق. نعم. بيخلي الببو عنا يتوسع وبيخلي كل الدم يروح على العضلات. ليش؟ علشان بدنا نتعامل مع هالأسد، يا إما بدنا نهجم. نعم. يا إما بدنا نهرب. نعم. يا إما بدنا نجمد. يعني في إذا بتطلعوا على الحيوانات بالطبيعة. نعم. خلقها الله إنه بتجمد ما تتحرك عشان بتفكر إنه الحيوان اللي جاية كلها ما بتشوفها. نعم. وبعدين عند البني آدم في الخنوع، انه يعني اذا ناس عم بتهجم علينا ممكن انه نخنع ونقول اوكي شو ما بدك اعمل اعمل، عشان يعني هو نوع من الجمود. نعم. فهي انواع الخوف الـ 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 الكبيره. نعم. وغير اللي بصير انه منحس بالخوف، سواء كان خوف جسدي انه جاي علينا اسد او جاي ناس بده يضربنا او في حرب. نعم. او الخوف اللي الله اعطانا مخيره كثير حلوه بس للاسف نستعملها للاذيه، بنفكر بشغلات بتخوفنا او نحضر اخبار بتخوفنا، فجسمنا ما بيفرق بين الخوف الجسدي هلا بحياتنا الحاضره. يعني بالزمانات كنا ايش بدنا نخاف؟ بدنا نخاف بدنا ناكل، بدنا ننام، جاي ناس يسرق اللي عندنا. هلا بطلت هاي الشغلات. نعم. كنا نشوف بلحظتها الآنية انفجار بمحل، ناس عم تعتدي على ناس تاني، فهاي كلها مخاوف. نعم. وبتعمل نفس التغيير الفيزيولوجي بالجسم اللي هي سيارة جاي علينا ولا أسد جاي علينا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: لنواجه المشاكل متحدين ولنشكل معا فسيفساء السلام. جلالة الملك: حماية القدس كمدينة للسلام مسؤولية تخص جميع الدول. البطريرك بتسبالة: قرار البابا فرانسيس بمنح الرتبة الكاردينالية تأكيد على أهمية مدينة القدس في العالم المسيحي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.